بالنسبة لنا اللي به الفائدة عملناه هو مركب كما هذا، معناتها وقت اللي كانت ظروف صعيبة وخذينا الشجاعة باش عملنا مركب في المنطقة هذه اللي برشا ناس ما نصحتناش وقالوا لنا الملاحة وغيرها، لكن الحمد لله النادي الصفاقسي اليوم عنده مركب يفتخر به. فما نقايص، انا كنا مع السي مختار ناجي هو المسؤول على التجهيزات وكذا، زاد شفنا برشا حاجات لازم تصير، كل انسان لازم يقوم بدوره. فما نقايص، معناتها احنا نعولوا ياسر على الشبان، على التكوين، على السونتر دو فورماسيون، هذا هو مستقبل النادي. لكن فما نقايص ونقايص كبيره، هالترانات اللي معناتها اذا كان ما يوقعش العنايه بهم باش يتهلكوا. عندنا تران عنده توا تقريبا 4-5 سنين، المفروض فما اولويه في التجهيزات باش يتعمل له ويتعاود هذا. فما ترانات اللي يلزمهم عنايه ويلزم لونترتيان نتاعهم، موضوع نتاع 60-70 ألف دينار معناتها يتحل مشاكلهم. معناتها تشوف اللي الناس اللي مشرفه على ليجون قاعدين يقاسيو معناتها في حاجات اللي المفروض هذه اقل شيء كان ينجم يتوفر لهم هو هالتجهيزات الرياضيه وهالبنيه التحتيه هذه. ان شاء الله معناتها اليوم بالتضافر جهود الناس كل، انه كل انسان زاد اذا كان فما ناس ما تقومش بالدور هذا، احنا باش نتعاهدوا باش ناخذوا الموضوع هذا نتاع التجهيزات هذه ونوقفوا على المركب هذا، لانه هذا مستقبل النادي. وان شاء الله السلطات زاد الجهويه وخاصه وزاره الشباب والرياضه اللي عملت مجهود كبير مع النادي الصفاقسي في اعاده التعشيب الطيب المهيري ولدوزانيكس، واعطتنا معناتها مبالغ كبيره. ان شاء الله هي والبلديه زاد كيف كيف نشكروها، بلديه صفاقسي اللي قامت بدور كبير زاد كيف كيف في هالتجهيزات هذه. اليوم عندنا تقريبا مصاريف نتاع 600-700 ألف دينار ما بين تعويض التران هذايا والتجهيزات اللي ناقصه وبعض الاصلاحات. ان شاء الله نحاولوا باش الناس كل تضافر جهود الناس كل باش نخلطوا نعملون في اقرب وقت ان شاء الله باش يكون المركب نتاعنا جاهز وحاضر. صحيح، ويلزم نخصصوا ميزانيه لللوكال هذايا، على خاطر اش تعرفوا يعني فيه شباب وفيه تعرف يعني ديما نتبعوا في جرتهم كل شيء. تبقينا صحيح ثم زوز ترانات، ثم التران الاول هذايا يلزموا يتعاود، وكم من مره واحنا نقولوا سواء للسلطات الجهويه وللسلطات حتى للسلطات القوميه حتى للسيد الوزير. ولذا يلزم العنايه وخاصه توا بالزوز الترانات الاخرين يلزمهم الترميم او لا دي بوردي، يعني حتى حتى الترام مابقاش يعني مابقاش يلعب. ولذا صحيح يعني كلام سي لطفي اللي قالوا كله صحيح، يعني لوكال كيما هذايا خسرنا عليه مليار دوات، ولذا اذا كان ما رمموهش سيرتو هو في شيرة نتاع شيرة الملاحة، ثم شوية ندا يلزمو يترمم. احنا على كل حال اعطينا ليستة هالايام للسوسيوس، وان شاء الله كما قال سي لطفي كان مرمم وكانش مرموش، تو نشوفوا كيفاش الهيئة المديرة ترى كيفاش طريق الامور.